Hua. Maria bani ahala wa sala.
Bole mafundi wajeni watukufu kombo bostilo ngale watu bole tapare splasi zrengele inshallah
Shikwangu hafidhuraha kapara plus. Wajena tukufu. Narengeleze ziri. This place, alhamdulillah rabbil alamin, wajena watu waja. Amwesa babo namkenata mambabo watu ingeze haraban. Donku rengeleze zi place ile kula mtu apare I place ya mstahiki insha Allah. Naam. Naam. Nsrungwa amba maza tengwe alhamdulillahi rabbil alamina liketi wajeni ilazimu muri murwambie mana wambaka timba waskar sujua ifami ya bibi harusi watu wabolu walonyu mahule ilazimu rishudziwe pare wabolu mabanza ambil hunu watu wabolu wa jamazahi wa toban wa bibi harusi lukamba karsuwajua ile wapare place mbele hunu nam karsu homa atasababu wakati watu usere rijorenga insha Allah ewa ba Fatima da turba wa dua arugwa lindirabuzi nam ba Fatima tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيد الأولين والآخرين حبيبنا حبيب رب العالمين وشفيعنا شفيع الأولياء والصالحين إمامنا إمام الملائكة والأنبياء والمرسلين محمد المصطفى أفضل العالمين وصفوة خلق الله أجمعين صلوات الله تعالى عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم امين وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم آمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو للعروسين قائلا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير أما بعد أيها الحافلون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ربوزي رسبوشيا مرحبا تنجد تكوفو لوكامبا لهدوريا بان mafundo watu walio vanu watu wabole wanazioni makadi watu wa siasa mababa wa mama mazuki wanata iliokamba mlishi ishtighal zanyu leo ne jour tukuze iharusin wanawanu iliokamba wa rengeleza tongonzuzuri maur dezini vavo marahaba marahaba tena Baba na mama wa bwana harusi na bibi harusi lukamba waniva waminifu wami uyendesa hafla ya leo insha Allah marhaba vavo norde kama alada rjuanisa I majlisi ya leo na ibarnamaji yetu mauri dehedi ya heti wa hunu na wenyewe majlisini na ika wa mtu ilokamba ataha atukuze mwananyahe yani ni kamba wa mtu ramhira hunu ashasomene atsobenza mtu wangina diarenge iplasi waemonyo diatsorunguwao ama wa minso hira diamadzina ilokamba ya hunu insha Allah babu watu watu wafikiana hila lazimu Kartohoma mana sirumwa mba Qur'ani al-Karim itosomwa na mwananyahe mtiti wa bwana harus ahiro ilman kombo ilman falyatafadhal uje ujursome Qur'ani al-Karim fa sayatlu amamakum al-Qur'ani al-Karim ilman kombo Ilman Kombo unu mwananyahe wa bwana harusi yani unu mwana wa Jorwatu Kombo rimjua wa haladi wabu tafadhali ya Sheikh Ilman ujurbi Qur'an insha Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم تكبير الله أكبر تكبير الله الله أكبر ولله الحمد وما يلقاها إلا الذين صبروا الصبر أيها الإخوة لسكتاجيوا نصبر نكولا تونغو مصباح الدين مورده لي أهل كواعدة إلزموا ريرمي فاضربوه بالدفوف فتفضلوا أيها الإخوة مريبي كسيد لهانا إن شاء الله تعالى رملا وجردونج ملونغوهانا من المولد البرزنجي فصل الأول يتسموا نشيه أماري دونك مصباح الدين تفضل السلام عليكم صلوني على خير الأنام سيدنا محمد المصطفى مجتبى والخاشم يا الله صلوني على خير الأنام سيدنا نعم سيدنا محمد المصطفى Bole na rhime rimtamani bwana harusi kasudalini ila hara tu amkeradi watu wa bole watukufu mashallah
sawa sawa du soufi badiru Hey, Mama.
سلم عليه. ديديكاس سبيسيال à Pierre, un ami très cher du marié qui nous vient tout droit de Blois. Dédicace spéciale. Faslul awal min maulid al barzangi sayatluhu amamakum Cheikh Oumari. Cheikh Oumari Babakar Mar. Babakar Mari wa Mar Bakar. Masha Allah. So no Cheikhun betaka juaba demjurangu Babakar Mar. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد الجنة والنعيم والسيد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه أبتدئ الإملاء باسم ذات العليا الله عليه مستديرا فيض البركة على ما أنا له وأولاه اللهم صل وسلم وأثني بحمده مورد وصائها هنيا صلى الله عليه من الشكور الجميل مطياه اللهم صل وسلم وأصلي وأسلم على النور الموصوف بتقدم والأولية صلى الله عليه المنتكل في الغرار الغريمة والجباه اللهم صل وسلم واسطى منه الله تعالى على قبر محمد سلعترة طائرة نبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع وما والاه اللهم صل وسلم واستنجد به هداية للسلوك السبل الواضية الجلية صلى الله عليه حافظا من الحواية في هطوة الهطواء وهطواه اللهم صل وسلم وانشر من قصة المولد النبوي برود الحسان العبقرية صلى الله عليه ناظما من النسب الشريف كدا انتقل المسامع بخلاه اللهم صل وسلم واستعين بحول الله تعالى وقوة القوية الله عليه إنه لا حول ولا قوة إلا بالله أدر الله وما كبر القريب بعارف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم على ما شاء الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فصل الثاني فندبورة فليتفضل فندبورة بهانو أليو فصل الثاني يا هي فصل الثاني من المولد البرزنجي يا فندبورة أماري
Umari Fundibular Baru Sarimire Umari Inshallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallim. اللهم صل وسلم عليه وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمدة هسواله الثانية صلى الله ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المهرة الذي ينتمى الأرتقاء العليا اللهم صل وسلم عليه بن قصي واسمه مجمع سمي بقصي التكاسي في بلاد قضاعة القاسية صلى الله عليه إلى أن أعاده الله تعالى الله إلى الحرم المحترم فهماهما اللهم صل وسلم ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فير واسمه قريش وإليه تنسب البطون القريشية صلى الله عليه فوقه كناني كما جناها إليه الكثير وارتضى اللهم صل وسلم بن مالك بن نضر بن كنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدنة إلى رحاب الحرامية صلى الله عليه وسمي في سلوب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونبى اللهم صل وسلم بن مضرب النزار بن معاذ بن عدنان وهذا سلوك نظمت فرائده بلال سنة الثانية صلى الله عليه ورفعه إلى الحليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى ذبيه إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهى فأعذن به من يقيد تألقت كواكب الدورية صلى الله عليه وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته لمنتقى نسب تاسب الأولى بأولاه صلى الله ألدتها النجومها الجوزاء صلى الله أبدا عكد سدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء صلى الله وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية صلى الله ولنا زين العراقي وارده في مورد الهني ورواه اللهم صل وسلم حفظ الإله كرامة لمحمد صلى الله عليه أباءه الأمجاد صون الاسمه
تركوا صفاها فلم يصبوا عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسار الورى هم الباهية صلى الله عليه وسلم وبدل بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عنتر اللهم كبره الكريم بيعرف الشذي من صلاة وتسليم اللهم صل ويسلم ويبارك عليه مصباح الدين نعم قصيدة إن شاء الله جنب مطير مهاشير مصباح الدين تفضلوا مربي قصيدة لابيلي رملا ورنجي فصل الثالث من مولد البرزنجي نا شيخ موليدا أشرافي إن شاء الله سير لله قد بدا والنبوة سارية سير لله قد بدا والنبوة سارية كسيل نور جارية فظليلا لرفايا النبوة سارية
Ajalani ajala, ya wali ya Allah,
مصباح الدين جزاكم الله خيرا رجعت لتزانا منا بابينا فصل الثالث من المولد البرزنجي سياتي امامكم شيخنا حاج موليد اشرفي فليتفضل مشكورا ما شاء الله صلى الله على محمد صلى الله على وسلم صلى الله على محمد صلى الله على وسلم هو كل ما ناديت ياهو كان يعبدي لأن الله مرحبا أنتريني تبنزني تماني منانغو سيد أحمد مناشونو أنغو أجيب أنت أجل فراي جيباب نعم ما شاء الله سيدي تفضل يا سيد بسم الله اللهم صل وسلم ويبارك عليه الله عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية صلى الله عليه وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه اللهم صل وسلم وبارك عليه
نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية صلى الله عليه وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار الذاتية صلى الله عليه وصبا كل صب لهبوب نسيم سبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حلالا سندسيا صلى الله عليه وأين ود الثمار وأدنى الشجر للجان جنا اللهم صل وسلم وبارك عليه ونطقت بحمله كل دابه لقريش بفصاح الألسن العربيه صلى الله عليه وخرت الاسره والاصنام على الوجوه والافواه اللهم صل وسلم وبارك عليه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية صلى الله عليه واحتست الغوالم من السرور كأس حميان اللهم صل وسلم عليه وبشرت الجن بأظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبة الرهبانية صلى الله عليه ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه تام اللهم صل وسلم عليه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه وسمي وسميه إذا وضعته محمد لأنه ستحمد عقبا عطير الله هم كبره الكريم وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله شيخ إنسى فصل الرابع إنسى سيد حاج إنسى إمام المسجد الجمعة فليتفضل مشكورا رسم فصل الرابع من المولد البرزنجي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله اللهم صل وسلم عليه وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه اللهم صل وسلم عليه ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه اللهم صل وسلم عليه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل ربي على من ضل لا تلقى المشافع في القيامة بينك
السلام عليكم معلم
الشمس منك مضيء أصفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيوم وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فتوبى ثم توبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرمه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم يعرف شديد الصلاة وتسليم اللهم وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله ما شاء الله وقت وقت وجدونها كلمة الوعد وسيلي كلمة الوعد يليو إن شاء الله رسول تفضلي فدواتو أستاذ عبد العزيز منروها تفضل أستاذ وجوري بكلمة الوعد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ivo ilokamba riwambilwa wakati watu wa mshashi na tsovenza harma makalima maili ni mkabilili bwana harusi na msharusi kula bahanulio ukiyezo ni mwambia bwana harusi leo mana na tsovenza bwana harusi suku ya leo urenge marongozi maili ya nuntsohambia uyo vanu uyavinge dagoni Uyanishi na marongozi yanu amwesa uyanishi na wao na mshe waho insha Allah Taala na tovenza siku ya leo ibaki tarehe matoni haho na rohoni haho ujue mba siku ya harusi yangu tiwambilwa hadisi muhimu na zamangu na tonton wangu de akunambia hadisi hiyo na wami bwelo kamba leo kabas nafasi nyingi nsoja dagonoho jenu hambie zabaki Bei lisuala la leo lika amba heli ufikiri o bwana harusi eba msharusi asujilindilia na tini na wawe suala la leo msharusi asujilindilia na tini na wawe madha turidu azawjatu min zawjiha mtu mshei astahatini au asujilindilia na tini na mtu mme wawe Voilo kamba wa bwana harusi de mfalume ule ule wo mahadisi yangu ntuhambia huyo de ukamba shtu ya handa mtumshe ailindilia na wawe jua amba astaha shtu rongolo utulivu utulivu de mtumshe utaha na wawe mana hiyo de objective ya handa mwezi Mungu aisulinye arongoa Amba mengonu matongo zione samba mwezi mgu ababo. Deu kamba wai mwezi mgu subhana wa ta'ala au mbu.
ntumena mtumshe manatini arongwa abari parhani hishti rongolwa sakan dia skunu sakan sakan utulivuo yani abri vahanu vobamia nikavua isunya vahanu vobamia nikajua liswala vahanu vobamia nikaneji sushushukia au nikagre nikabwa zitu zilao mbinguno zushukia usoto zungu vahanu ubamie na wode mtu mshe waho wode mtu ilo kamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lera aona aona tongo harmai ghar hira hule aona mtu ajambala amsambala puma mamwema mbaba ikra soma amambia mba wamtiji soma msinya msere basi lira aona tongo zile pia wa mbio zahe ashuku de dagoni alomparade mtu mshewa ye Khadija amambia tongo za njiria leo amsatsisona mbaba tongo tsuka unziro rahana za leo zdeo njiria tongo tiono tongo kadha takadha wae mtu mshewa he dia kumtuliza amkaza shifubani hahe amambia mba tulia roho yao fete bewao ti mtu mtutu bewa mtu makhsus ilo kamba mwezi mgu ahuba nafasi ahuba tongo nzuzuri nyengi zilo kamba wawe uenshi na wanadamu hauzuri wao ti mtu ilo kamba ilazima nuparo na tambu mtu mshewa he dia kumtuliza amambia mba mtu de wawe mtu mshei wahe bwa kumtuliza mtani hambie mba wae shto ilinda unawawe de ukamba kaito kamba hababa he na hamaya he uhoaka kakopara fakturi zae kakoshino ziliba wala kaito kamba wae kakopara nguwa pindra wala wae kaito kamba wae kakopara shahula aja wae kakopara stuzo pia zobea wae akubali amba aslisha tongozo pia jahukabili de wawe ikemba wawe mtume wa hepare ya pare utulivuo woka kupara hababa na hamaya he utulivu ilo kamba waweke waho deo toshi na umbe utulivu na utulivu wo ilo kamba wae mtumshe ajilindili yao na wawe wawe wajau shinda ujue mba utulivu to upara na wae nika wawe usumbao ilazumani rijue amba mtume na mtumshe usunivanu huwe kaito kamba wawe deo jilindili yao tomba udo utoparao Dewa spia sir topara, rangu wawe mtume utopara na ule mtumshia topara. Wawe shtulunayo wae katoshina ipara hamae na babae, na wae shtulunayo wawe kato ipara hameho na babaho. Dima na tarazunguhana, ratahana, raparana, ristaha rizunguhane. Utulivuru zunguha babu, bwana harusi, wamin ayatihi ili irungwa mamingoni matungozoni samba mwezi mga babu. Banda babu, mawaddatan wa rahma, Nyanzo na ndendo na mahaba na love. Stuzo pia zorsu zungu ha. Beizo halu kwa kospara hameho na babaho. Si zileo nyanzo wa kospara nyama zoza mbabe na babazo zoto ngozangina. Benya mtoza mtumshe zozangina. Safi stuzo pia de rizungu hao. Amwesa pia siruambilwa. Kula mtu akafete na mnyahe. Wawe mtumme lazmanu kefete na ule mtumshe. Pare mtumshe akefete na wawe. Raslishe tu ambaye lazima mtumshe tuli akefete na wawe mtume na wawe mtume wasikefete na wae. Be watu washe wao mtu katukuza mtumshe paka ake mtumtukufu. Na nika uono mba mtule katukuza mtumshe be asumtambisha no mbubua no msukuma no mteza sheri no mfudhuli vale ule waiti mtukufu. Na nika wakusi mtukufu kutoshinda watukuza mtu mana utukufu. Yo neka kusinao kutoshina wabayo mnyaho. Bwana harusi ma akramahunna illa karimun. Yani watu washe wao kawatukuziwa na nikati mtu mtukufu dia tukuza watu washe. Wa ma ahanahunna illa laimun. Mtu mbungufu dia awatambishao, awatezao sheheri, awafudhuliwo. Na babu kaka lazimani wao wakama na wote mfudhuli. Bwana harusi leo marongo zumaili ya nuhambia uyo. Deukamba mtumshe uo ilazimani umbenze mtumshe uo ilazimani umbe iyo ulona yo rohoni haho mtumshe uo urongo yamba unu de waho amsa weke waho amwesa wawe waske amba mtumshe waho
kula mtu avenza aridhi atamani atojwa mbambe atojwa msike mana vale habari salmina wawe mtu lokamba una fair play no mtu lokamba aliona mnewo the youth na mtu the youth wo wo meso sukeke mwezi mungu atakatonuka ipebo wala harufu ya pebo katso yule msona jeje ambao bwana harusi usulisha msharusi kula mtu atoshindrao bana bana risina zina tishtintini usumba susika asubamba no ni lazima ni ujue mba ule wa howeke wao waye washauni akina ngoma hiyo yasike mbabano wao kula mtu ashinda ridha tamani asubamba jua tu amba wawe wajao ni wahewe kiwa he risenda mbele rana babo rongowe bwana harusi nyanzo mahaba na tuzilo kamba sudungana muishiliano mwema mkefete wawe ukefete na wae pare wae wajaone ya kefete na wawe zoza muhimu rizifanye na nsufikiri amba wailu kamba wakati wa mshashi rina randevu insha Allah ta'ala suku uto mwambia msharusi amba leo rsuja jirambiane tongo nyengi zilo kamba za muhimu rizirongowe na insha Allah suku yu na ike suku, ituka ya dimanshi, ituka 9h, 10h, usinemvite haho. Weke wa huwa mnamshoho na wawe, usi hadisi, na umesa suku yo topinga, topia mwana peti dejene mwema, unemvite, mtuambia mahadisi ya dunga wana. Wassalamu alaikum. Bangura kwa shibi wa sofi hundu. Na hadisi ya ustadi mba asudevite. Na isuku dimanshi wa na arusi. 9h, 10h, 9h na 10h. Nasi muinote, shava. Faslu ya huisa ya wakana. Nasumkaribisa ustadi Sheikh Abubakar Zubair lukamba mengoni mwa mafundo watu dagonbanu ajarsoneye Shama'il al-Muhammadiyya wa kana sallallahu alayhi wa sallam shadid al-haya. Tafadhal ustad. Mashkura. Sallallahu ala Muhammad. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويركع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشايع جنائزهم ولا يهقر فقيرا أدفعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أهدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي النبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول حل ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمار بعض الملك إليه أهدا ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى
وكان صلى الله عليه وسلم يقيل اللحو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزه ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في حلبة البيانية وبلغ ضائن الإملاء في فدافد الإضاء منتهى. عتر اللهم كبره الكريم بعارف شديم صلاتي وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. نعم بنا هروسي watu wasuhutajia ushuke na mabwana harusi wanyahu maana wakati uliopara ushuke hunu watu waje kukaribise wajiviwe hunu na wawe inshallah babo linde kaswida la bwana harusi ajo fereshe yao wajeni wahe bwana harusi tafadhali wa baba na ujama wa bwana harusi mshuke hunu ile Misbahuddin wari tamaniye kaswida la huisa la ukuwa leo insha Allah taala kabla wasujudunga idua na kalimati shukr tabasa ya rabbi shehuli Tabasa ayasini muha madia Allah Tabasa ya Rabbi shebulila Tabasa Tabasa ayasini Muhammadi Allah Tabasa ya Rabbi Sheulila Tabasa Tabasa, ya
من أجر أهره إذا مدى رب السماوات مولاه أيا طيب لأسماء من هو الله هو مصطفى
يقول الله تبارك وتعالى يا جبريل عقيل فلان وعنم فلان فإني لهيب على سمع صوته إذا نتم نم نم قريب عجب توسل الفوائد دعني
حسن ما شاء الله يا شيخ استوى شي حسن يعطيك العافية كلمة الشكر نا بابا تيتي وبنا هاروسي حلادي كومبو شيخ حلادي حاج حلادي تفضل يا شيخ جربي كلمة الشكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جمعت تكف مهدور يا بانو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فراها يا ينجي تسجو تاهل انت يلتاو
Besuro ngwamba jama mahudhuria banu rimbeshani marahaba na marahaba kaina mpaka na mwezi mungu asomnusuruni badha mwanusuru tisokamunda how presenters family zombini yahanda ristaham swamaha neka watongo mfano kazabira fete banu mana mwanthamu wepotoha na mtu mtukufu mtu aswamihiwo de aswamihiwo yele mana ristaham swamaha marahaba ma ndola na ikena mahaba insha Allah taala ra mwezi ngune tera handola ini ha mwezi ngune tera hairi ba baraka na bahati msumwambia mwanangu harma mariaji tongotaru as harma mariaji as den intereseu I a yonsum tamani ayo mwana wangu na nyazangu a yo amour je uden mafundaro ngo vanu iyo delero kai gugugu yo gronya eh hey! Mahallas la daike si debabo yo excuse hamumaliza neka uswamihi mwana wangu umwambemshe waho tekero mucho yo nonka te orbitare yo mana yahe je t'aime beaucoup et jamais je ne t'oublierai marahaba 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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ما شاء الله كان الحمد لله لا شك ما تنغوز استوي دعاء يا برزنجي سمهرا فندي علي أتومان فندي علي أتومان ajasome idua ya barzanji fundi aliatuman alawa harmal dago la bweni tafadhal fundi صلى الله على محمد اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفا يا من تنزه في ذاته وصفاته لأهدية أن يكون له فيها نظائر وأشماء يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزالية يا من لا يرجى غيره ولا يؤول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنوار قل قدوسية التي أزاهت من ظلمات شك دجا ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البارية والسفينة السلامة والنجاة
وبأصحابه أولو الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبهملة شريعته أولو المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال الإخلاصينية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء الكالبية وتحقق لنا من الأعمال ما بك ظننا وتكفينا كل مثل همة وبالية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين كتوفا دانية جانية وتعمه عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيه وتهلس لنا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما أنسى ذرا وتعم جمعنا هذا من خزائن منهك الثانية برحمة ومغفرة وتتم عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومازيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وقد سألناك راجين مواهبك اللدنيا فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروات وأسره الروات والرعية وآذم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا في هذه الليلة وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة راخية واسقنا غيثا يوم صياب سيبه سبسب وربا اغفر لناسجه هذه البرود المهبرة المولدية سيدنا جعفر الملي إلى البرزنج نسبته ومنتهى وهدك له الفوز بقربك والرجاء والأمونية واجعل ما لمقربين مقيله واسكنا واستر له عيبه وعجزه وأسره وعيا وكاتبها وقارئها ومن أصح إليها سماه وأسره اللهم وصل وسلم على أول قابل لتجلي من الحقيقة الكولية وعلى آله وأصحابه ومن نصره وولاه ما شنفت الآذان من وصفه دره بأقرة جوهرية وتهلت الصدور المحافل المنيفة بعقود هلا أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الدعاء إن شاء الله سو تمنيا حج قد يحيى تفضل بالدعاء إن شاء الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر، جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا ومشائخنا في الدين، مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا، مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدنا ولد عدنان، وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الكرام. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، غير المغضوب عليهم. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء، وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء، وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء، حتى لا يبقى من الصلاة شيء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا من يرى ما في الضمائرنا ويسمع، أنت المعد لكل ما توقع. يا من يرجى للشدائد دائد كلها. يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لنا سوى فقرنا إليك وسيلة، فبالافتقارنا إليك فقرنا ندفع. ما لنا نرجو سوى كرعنا لبابك حيلة، فلئن رددنا فأي باب نكرع. ومن الذي ندعو ونهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن تقانط عاصيا. الفضل أجزل والمواهب أوسع. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف. ولك بفضلك يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.